علي اخو امه بكيفك. انا من امس لقيت نمر وقصر حسك الحديث معنا. خلاص هو انت ما تبين ريال الحين؟ بلا ابي، بس يعني انا ما سكتي. لا تقولين بس ما بس الحديث معنا. يلا مسكي شيء، مسكي وحطيه. ايه بسرعه بسرعه بسرعه. شنو هذا نمر؟ اختي انا ما ادري شلون صار كذي، وانتم تعرفون جمعيتنا يعني من افضل جمعيات بالديره، وانا عندي ترى فريق كامل يشيك على البضاعه متى تنتهي ومتى صلاحيتها. والله عاد فريقك هذا مثل ما قاعد تقول عمي ما يشوف عسى عينهم العمى ان شاء الله. شيس متروس حشرات متروس نمل، العمى يشوفه. وعمى شيش مبتسمة عصبي. واي زوج زوج اشوفه زوج. عفوا اختي مخافتي معي المكتب؟ ليش ان شاء الله؟ خايف للناس يشوفون بلاويكم بلاوي جمعيتكم؟ لا والله خايف الناس يشوفونكم انتوا ويدرون ان انتوا اللي حاطين النمل في كيس الخبز.